السلام عليكم اخوت من دولة الاردن بالضبط من العاصمة عمان. كيفاش حتى وصلت لهنايا؟ واحد القصة طويلة بزاف. هاد الفيديو دا غتشوفوا كيفاش حتى وصلت لهنايا، لانني كانت واحد الرحلة طويلة بزاف. كما كتشوفوا البيكالاية هنايا كلشي هو هذاك. انا دابا كاين في وسط البلد، البلاصة تيقولوها وسط البلد. المهم خليكم مع هاد اللقطات باش تعرفوا كيفاش حتى وصلت لهنايا. دابا خاصنا نقلبوا ترونسبور اللي غيدينا حتى للمطار. هادي هي البلاكة الاولى اللي غنتسنى فيها الطوبيس الاولاني اللي غادي يجي من هاد الاتجاه. وقيلا هو هذا نيت غادي يعقوب غادي ما تشوفها باكو ديفا. انا نزلت الخوت دابا فهاد البلاصه، نزيد واحد شويه غنشد واحد ترونسبور واحد اخر اللي غيديني نيشان للمطار. انا خوت يلاه وصلت للمطار، هادو هما لي فاليز ديالي. هادي واحد الشكاره اللي تنكون معلقه في البيكالا فيها واحد شي حوايج هما اللي غادي نطلعهم معايا في الطياره. هادشي اللي عندي في الباكاج حاليا، والباكاج الاخر راه كاين في المطار. وغنشوف ان شاء الله شنو غادي يديروا معاه. اجي معايا الخوت نقطعوا الشانطي لحد ستوب حمر هنا. زيد 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 عطيني من هنايا الخوت القدام الدار السلام. البنية ديالها التحتية غتكون واعرة لأنهم خدامين فيها بزاف. سير 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 سير. كتعجبني اخويا طنزانيا فين ما مشيتي تاكل. شوف دابا راه قدام المطار، المطار راه وحدايا كاين هنايا صحاب الماكلة. السلام عليكم. وعليكم السلام. شاي 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 تشاباتي شاي تشاباتي سوا سوا Why are you decide to come with this local area? Because I am African. You are African? Yeah. Are you sure? I am from Morocco. Morocco? Yeah. Very good. Yeah, good. So we are the same. Okay. There is no difference between us. We are the same. We are all African. Yeah. But we win 3-0. That's not the edge. Tanzania, Morocco, you remember? Yeah, I remember, I remember that story. Yeah, and every coach she's win yesterday. Yes. She's get the cup. Yeah. القطاع زوين انا صراحه. الناس انا درايفين فوق القياس. قال لي مسكين علاش جيتي لهاد البلاصه هادي؟ علاش زعما ما مشيتش بلاصه نقيه وهادي؟ قلت له انا راه افريقي، يعني بغيت نقول لي واحد المصطلح ديال الشعبي ولكن ما عرفتش كيفاش نقول لي، ولكن هذا هو الفكره اللي عطيت. قلت له انا زعما افريقي، يعني هادو هما البلايص اللي كنجيو نريحو فيهم باش ناكلو فيهم ونشربو فيهم. There is no chapati. No, chapati is coming. هنا عاد تاني كيبيعو ويشريو الماكلة في هاد الجهة. عطيني الخوت واحد اللعيبة واعرة. دابا انا في مافري في هاد الجهة الاوروبا، هاد اوروبا الشرقية افريقيا الشرقية، فواحد الحرارة كتبدا تحرك فهمتي، خاصك تمسح شيفون. انا شنو تندير مثلا؟ نسمع شيفون تندير ديك فازلين تنمسح بها وجهي باش كتجيني ساهلة تندير عاه الما كيهول فهمتي، الزربة وجهك كيولي رطاب. وا هادي تشاباتي الخوت، تشاباتي تشاباتي وي تي. اوكي اتس جود، اي لايك ات سو ماتش. واتس جود از ذات الموروكو وي هاف ذا سيم تشاباتي. شوا يا عندك مسمى الملوي اللي عندنا شحال تقريبا؟ ذا سيم. Yeah. We have the same. Good chapatis. Good chapatis. We call it msemen. Msemen. Msemen, yeah. Huku kwetu ni chapati kama hiyo. I don't understand. In here, in Tanzania, yeah. We call it chapatis or chapati. Chapati, yeah. Yeah. Okay. In Tanzania. Chapati. Yeah, chapati. Okay. هذا هو المطار. دابا تقريبا شي 12 ونص. باقي التشيكين شي ساعتين وثلاث سوايع باقي الحال صراحه باش يبدا التشيكين. التشيكين كنظن غيبدا مع ديك ثلاثه. هذا التيرمينال حتى هو رقم ثلاثه.
او لي باجاج ديالك تحطهم غير هنايا فواحد البلاصه، عارف واش باقيين ولا اوكيش تنضل واقيين ما كاينينش كاينه ديك الكاروس مزوم حيدوم هنا تحطهم فواحد البلاصه تحطهم هنا كاين واحد الكراسه هنايا تحطهم حداهم هاد البلاصه بعيده على الدخله صافي الزوم حيدوم هنا عاوتاني داوهم شي بلاصه واحده اخرى شوفوا معهم الله هذه بس اللي خصنا ندخلوا منها الخوت بطاقة الذهب هاد التيرمينال يلاه بداو شوف 2014 يلاه بناو شقة جديد واحد الإحساس بعدا كتداخل من الصاد كتلقى أيوبور بارد شوف هاد البلاصة نحطو فيها السيكان ديالنا خصنا دابا نمشي نشوف الباكاج وهاد البلاصة هي اللي كندير منها التشيكن هنايا كاين هاد البلايصة كاين دابا التشيكن باقي ما تفتحش باغي نمشي عند واحد الدري راه هو كاستمر انفورميشن هذاك هو اللي غنشوف معاه نهود لي باجاج ديالي من الفوق لانهم كاينين الفوق في هذيك الاتجاه دير ويد ماي جاردن نو جاردن اتس ان ايجيا سو اي وونت وات وات يو وونت تو سي هاف يو ديد يو ارايف ذات داي عندي واحد الزهر اقسم لكم بالله كنت في مطار واحد اخر في شي بلاد واحده اخرى خاصك تخلص لان الا خليتي الحوايجات في المطار بحد ذاتها كتسمى حيت كي ما تعرفوش هما واش ديك الكرتونه فيها مخدرات فيها متفجرات هذاك الشيء علاش كيشك عليهم خطر انا في المطار وبالتالي ملي كتجي انت كتبغي ترجع داك الباكاج اللي خليتي تما فكتمشي عند البوليس وكتدير واحد باللي راه الحقائب ديالك ضاعوا في المطار عاد ديك الساعه كتدخل واحد البروسيس وكتخلص عاد تمشي تهز الحوايج ديالك انا الحمد لله ربي يسر ليا تلاقيت مع السيد ودار معاه وقال لي راه خاصك تمشي عند البوليس وصافي انا بردت معاه السوق وبديت كنبان ضريف وكنقول اه اسمح لي بحال راسي بحال هكا حتى مسكين حن عليا وصافي دخلني النيشان ديك البلاصه هزيت الحوايج ديالي وخرجني قال لي مره اخرى ما تعاودش دير هذا الخطا وعاود كتبت واحد الورقه كتبت فيها علاش نسيت الباكاج ديالي خليته هنا في المطار وخدا فوتوكوبي ديال الباسبور و لصقوا مع بعضياتهم هذه الورقه وقال لي المره الجايه الا درتي عاودتي درتي نفس التصرف تقدر طيح في شي مشكله اللي خطيره بزاف دونك الخوت هذا الفيديو نادم ما يتانسبيراش منه ما تخليوش حوايجكم في المطار الحوايج ديالكم ديما يبقاو معكم هذه هي النصيحه استر كارتون صحه الخوت في السكوش مزيان بقى عندي طريق السكوتش خود دابا تقريبا جوج وعشرة دقائق بقى تقريبا واحد ساعة ولا ساعة وربع بحال هكا باش يفتحوا التشيكي انا مريح في هاد البلاصة الباكاج ديالي حدايا انا دابا دافع الباكاج ديالي عندي الكارتونة كبيرة التشيكي ها هو بدا واقيلا ها هو بدا عرفتي خوت فيه واحد ستريس ما عرفتش علاش قال لي فيه واحد كيبقى يضرب بحال هكا امور بداو التشيكي دابا مع اثيوبيان شي شحال ديال الباشا يلا دابا بقيت اللي كندير التشيكين لان هاد البوكس الكبيره كيقول لي انك خاصك تخلص حاجة بيكالا تلفازه شي حاجه اللي كتكون كبيره بزاف على السايز المسموح به خاصك تخلص خلصها شي شحال خلصت تقريبا شي 100 دولار 1000 درهم تقريبا وما كنتش معول عليها صراحه كون مشيت للاجونس سولت خواتري قال لي كون خلصت اقل ما عرفتش دابا صافي قلت ندوز بعدا باش ما الله وهادي حتى هي 3000 صافي كيلصقوا تقول هاد العيبه ديال الفراجيل حيتاش كتكون سبيسيال فهمت حتى الخوت واحد السيرفيس عندهم الصراحه ما عجبنيش والله العظيم ما كاينش واحد التنظيم كيبقاو كتبقى تسنى بزاف وهاد الاخطاء اللي درت الخوت خاص بنادم يستافد منه ماشي لازم يضحك ولا خليه شي كومونتير اللي ناقص بالعكس خاصك تستافد من الاخطاء هاد لان بحال مثلا خطا اللي درت انا مشيت للاجونس لو فاين فاين مشيت للاجونس وما سولتش واش الكارطونه عندي كبيره واش ماشي مشكل انا ديك المره اللي فاتت فاش كنت مع اير سينيغال كنت سولت قالوا لي ماشي مشكل هذه المره ما سولتش وطحت في هذا المشكل هذا دابا طاحت عليا الرحله باش غنمشي من هنايا لعمان طاحت عليا تقريبا شي 600 اورو الرحله دايره 350 اورو مشات عليا الطياره الاولى عاود خلصت تيكيته واحده اخرى 150 اورو تيكي 150 اورو عاد دابا زيد عاوتاني 100 اورو يعني 100 و 150 و 350 هي تقريبا 600 دولار فاش غادي نمشي من تنزانيا ل عمان ان شاء الله الله هذه هي البلاصه اللي غادي يطبعوا لنا فيها الباسبور طبعا على الخرجه باش ما غنمشيو للطياره لان الخوت ما بقاش بزاف بقى تقريبا شي ساعه ديما كانوا وغتقلع الطياره
دابا تقريبا جايه الخمسة د العشيه. كاين واحد المثال اخو تفكرت وتيقول لك التجربه ما غاديش تاخذها فابور، اما غتبدا لها واحد المجهود يا اما غتخسر عليها الفلوس. وهاد اللعيبه دابا اللي وقعت فيها هاد المشكل اللي وقع فيه ديال الباجاج ولا ديال مشات عليا الطياره، هادو اخطاء درتهم وانا غنستافد من الاخطاء ديالي في المستقبل. يعني التجربه كتخلص عليها واحد المجهود ولا الفلوس، هادشي اللي كاين. It's good. باقي كان باقي ما خرجش مع جديد اللي خرج قلت لنا الطوالي اللي خرج كتسول فيا ديال الهجره جاست اخيرا خرجنا خوت من طنزانيا الطبعه ديال الخرج. باي باي طنزانيا وباي باي افريقيا. دابا جا الوقت باش نديرو السكانير ديال الحوايج. صافي خوت دزنا دوزنا كاع الباساجات غادي نودعو طنزانيا من المطار ديالي خايتي ما عرفتش شنو تقول. دابا خوت خاصنا نمشيو نتبعو الناس شوفوا في غادين عقل هذا السي سيس ولا معناتها السي خمسة ما عرفتش تيقول لي الناس راه هما بزاف غنمشي نتبعهم حيت الفلايت ديالنا الخوت عامرة بزاف عرفت شحال من واحد دار تشيكين. واو يا شي رايح رايح اللوفة عرفت شو صبان مزيان ولا رايح الخوت هي اثيوبيا ايرلاين عرفت شي. دابا الخوت كنحس بواحد الراحة من بعد دار تشيكين تبيع عندي الباسبور عندي الحمد لله هاد الباص هادي اللي غادي ندخلوا من الطيارة راه خوت راه بداو كيدخلوا الطياره تعطلت بزاف راه لقيت واحد الجامع هنا في البلاصه صافي الله بداو بداو كيدخلوا ولكن باقي الحال باقي الناس بزاف. الدري هذيك الدري اللي وقع لي مع المشكل ديك النهار فاش قال لي فين هي التيكي ديال الرتور شافني دابا ويقول لي هضره كلشي هو هذا قلت له صافي راه كلشي هو هذاك بخير ويقول لي قال لي ديك الدري قال لي كاع ما عطيتيها باش تغدى قلت له شمن دري قال لي كي نجحت قلت له وانا نقول ليه قلت له عرفتي ديك الكارطون شحال خلص عليها قال لي شحال قلت له خلص عليها لا قلت له خلص عليها 250 الف شيلين ويدير فيا بقى كيشوف صافي وانا زيد بحال هذا يا دابا خدام التيكيته الاولى وهذه التيكيته الثانيه باش غنبدلوا الطياره ماشي نفس الطياره باش غنوصلوا اديس ابابا واحد ساعتين وغندخلوا الطياره في الاخر. ها هي الطياره ديال اثيوبيا ايرلاين Which side? There are too many sides. They are عام راود الحاج بوك شحال ديال البشر other side انا which side احنا ريحنا خوت في البلاصه ديالنا واحد ليترون هنايا مزيان داك الشيء ناضي البلاصه ما مزاحماش دايره لكن السيرفيس عندهم شويه انا نقدر نعطيه الساعه 10 والله كل الخطا ديالي انا ما سولتش المره الاولى على حساب الباكاج والخطا الثاني هو انني ما جيتش معايا الروتور تيكي هذا خوت استافدوا من الاخطاء اللي جاني ندير باش انتم ملي تسافروا المره الجايه سافر بدون اخطاء تجي تدخل باق بلا ستريس بلا والو. You're gonna be in my video. You're gonna show you in Morocco. Thank you so much. You're from India? No, I'm from Nepal. From? Nepal. Nepal? Okay. Someday I will visit you. Oh? Yeah. Which place did you visit? Hello, I want to visit the Nepal. Yeah. So what is the mountain? Yeah, Mount Everest. No, the famous mountain. Yeah, Mount Everest. Mount Everest. Mount Everest. Yeah. Yeah. Thank you so much. It's a pleasure. جاني ما يمكنش هادو صحاب الباقله ما بداو كيجيو من ديك الشباطي ديال ديك الصباح تفرج واحد الفيلم وزعت بس انا ايز كل شيء اي فيل هاي جانا داي اوكي هل جاو صور الماكلة ويضرب دم ويسكت
الناس تغنى في الطياره اللي مخلصين فيها 70,000 ريال. هذا النظام سيدي العلم. شنو هذا الروز؟ روز الدجاج. عطيني الزبده هنا فرماج. شنو انا خبزه هو هنا. شنو هو كسكسو ولا شنو؟ كسكسو بالخبز. شنو هو اللعيبه هذه؟ ايه. المهم بعدا بعدا. حيد الجوع بعدا اللي فينا. احنا وصلنا الخوت لعديس ابابا. عديس ابابا عندهم لهم واحد. واحد عاد شو غادي نبيعهم العجل. هذه أول حاجة الخوت كل واحد بر كل الشعب قال لي واحد حد زريفة تزرفت الخوت الله عين لأن فاش كنت في المطار ديال تنزانيا بقاو عندي الفلوس ديال تنزانيا ولكن ما صرفتش بقات عندي تقريبا شي 100,000 شيلينغ تنزاني و ما رديتش ليها البال يعني كان خصني نصرفها في ديك المطار ديال تنزانيا ولكن ما عرفتش المهم ما عرفتش كيفاش المهم ما عرفتش شنو غادي ندير لها والله صافي ملي وصلت لهنايا المطار سولت على باش نقدر نصرف هذيك الفلوس قال لي لا ما غاديش تقدر تصرفها لان هنايا ما كيستعملوش الشيلينغ وحتى في الاردن ما غاديش نقدر نصرفهم يعني دابا هاد الفلوس هادو بقات عندي شفت تقريبا شي 105,000 ديال الشيلينغ اللي كتساوي تقريبا شي تساوي تقريبا 40 اورو 400 درهم مغربي يعني 400 درهم مغربيه كامله تحرقت فيها حتى خوت طاحت عليا واحد الفكره سولت على الجيت اللي كيمشيو منه لدار السلام العاصمه ديال تنزانيا وقالوا لي سميتو رقم A8 غادي نمشي لهاد A8 ونسول واش فريمو هاد الناس اللي كاينين تما غادي نشوف في الطياره اللي غادي تمشي لتنزانيا الا كانت فري غادي ندور عليهم كاملين نقول لهم خويا انا راكت في تنزانيا راه عندي واحد الفلوس باغي نصرفهم الا عندك شي دولار ولا عندك شي لعيبه ولا عندك حتى الفلوس ديال ايثيوبيا عطيهم ليا نعاود نمشي نصرفهم هنا هذا هو الحل اللي عندي شي غنمشي راه ولدك خوت هذيك اللعيبه ما صدقاتش ليا صافي ديك الفلوس دعنا فيهم دابا كنقلب على الاخ ثلاثه غير من هنايا حتى هذا المطار عندهم اخويا كيتلف اصحابي لا حتى كيتلف مطار كبير فيه شحال ديال البشر مخلطه فيه الدنيا حيت دابا واقيلا كيديروا فيه ليزيسكال بزاف شحال واحد جاي من شي بلاصه كيدير ليسكال هنايا كيعاود يقلب الطياره باش يشد بلاصه اخرى ها هي بس اللي غنسد غنشد فيها شتي ولا باقي عاد ثلاثه Hello. Thank you so much. 22C. 22 is from this side. Yes. Thank you. Thank you. You're welcome. Thank you so much. اسمع اسمع العربية اسمع. اختار أي من أعضاء طاقم الطائرة لتغيير مكان. دينا كنسمعوا العربية ونشوفوا الجوع ما ونشوفوا الناس الثانية كتهضر باللغة العربية. عاد أخوت أقسم لكم بالله واحد الإحساس. حسيت بحال شديتي شي دري صغير وحيدتي لمو بحال هكا وحق الله اقسم لكم بالله ماشي كذوب ماشي والله العظيم ما سخيت اقسم بالله الناس ديال افريقيا الله يعمرها دار شعب زوين اي دوله كتلقى فيها واحد الحاجه اللي زوينه كتستمتع بها اكثر وما سخيتش ممكن ان شاء الله دير في بالي ان شاء الله غنعاود نرجع لافريقيا لان كاين شي بلدان ما مشيتش ليهم وكاين شي بلدان مشيت ليهم ولكن كاين شي لعيبات كان خاصني نشوفهم ما شفتهمش كاين شي لعيبات خاصني نديرهم ما درتهمش فان شاء الله باش غنديروا الرحله ديالنا باش نوصلوا بعد السعوديه ويحل الله بلا ما نبقى كنت عليكم في المراحل شويه بشويه شويه معايا دقه دقه دابا حنا في اثيوبيا نمشيو ان شاء الله الاردن عمان عمان غنوريكم بلايص اللي غندوز بعد الثاني السعوديه الثاني حتى الرق المهم اخوت حاجه واحده اللي غنطلب منكم هي تدعيو معايا في السر شي دعوه في كومنتر زوينين زوينين بزاف 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 ولكن دعوه السر اقسم بالله الاحسن حاجه شكرا لكم بزاف بزاف شوفوا معايا المطار كاين الشاخ والحاج الشتا والبرد عرفتي فاش حسيت بالبرد عمري ما حسيت به ماشي مع عمري حسيت به حسيت به بعدا في نابيك انا واحد تيتا دي وان تو بي ان ماي فيديو نو بروبليم وين ار يو فرام؟ اي جورناليست يو ار جورناليست؟ اه ام اسكينج يا نو نو ام نوت ام فلوجر يا فروم يوغاندا اي ديد نوت فيزيت يور كونتري اي هاف تو جو تو كامبالا اي يا ساندي سو And in Uganda they speak English. Yes. In the school they study with English. Yeah. Okay. What is the language? It's like the language you try, like Swahili or something like that. There is a language like that in Uganda.
Yeah. What is the? No, it's not understand. I told you, if there is a language like Swahili, like, what is the name? Swahili. Yeah. Then the language is in our country. Yeah. And the one who changed is Chiga, Nyanya, Uganda, Teso. Yeah, and the, which language do you speak? Chika. Chika. So how to say thank you in Chika? Chika, webare. Webare. What is your name? Mbawaz. 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 And you? Yeah, she's shy. I am Muad. 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 Yeah, you could say Karma. Yeah, I'm from Morocco. Oh, from Morocco. So where are you going? To Jordan. For holiday. For business. From there. For business. Yeah. Okay, you're gonna stay there. Yeah. Okay. For 2 years. Wow. You're gonna cry too much. I'm telling you. You're gonna enjoy too much. مرحبا بكم في أول دولة غنزوروها إن شاء الله في آسيا هي الأردن سيتي أول دولة في الشرق الأوسط أو ثاني دولة عربية من بعد موريتانيا احنا في المطار ديال العليا مع العليا استسمح لهذا خطأ يلا وصلت من الطيارة هنايا الله جا واحد الإحساس أخوت أقسم لكم بالله الفرحة مع الذكية مع تخلطت علي المشاعر والله العادي والحمد لله دازت الرحله زوينه هذيك الدريه اللي كانت مريحه حدايا كانوا مطيح حدايا جوج دريات واحده من اثيوبيا والاخرى من اوغندا من اوغندا وهذيك الدريه اللي في اوغندا هذيك لقات خدمه في الاردن بحال داك الشغل ديال لابيك كتحط السي في ديالك بحال هكاك عاد كان جا شي اوفر هاد الدول ديال عندك الاردن والسعوديه والامارات هي اللي قالت لي كيبغيو الخدامه اللي خدموا لهم في الدار راه نمشيو استلام امشي عامل هنايا الباكاج من هنا كيبغيو خدامه اللي خدموا لهم في الدار وتيقلبوا على الافارقه باش يجيو يخدموا لهم في الدار دابا هاد الدريه مسكينه غتمشي تخدم عندها على حسب ما قالوا لي على حسب ما قالت لي قالت لي عندي عامين وبديت كنهضر معاها عرفتي دابا الخوت بدات تشوف مع الثاني داكشي باللغه العربيه توحشنا نبدا نشوف لي زافيش بحال هكا العربيه المهم عندها غتخدم عامين والفيزا اللي مسيرت لها داك السيد مسيرت لها فيزا فيها 3 شهور يعني غتضرب واحد 3 شهور من وراها غيديروا لها التيست واش مزيانه ولا مزياناش كانت مزيانه غتبقى ولا كانت مزيانه غتسيطر في حاجاتها هذا هو البلان حيت مكفل بها واحد عمري تشوفوا معاه الضحك بحال هكا عرف اموره بخير وحق الله اخوت الله العادي تلاقينا مع هاد الناس ديال الاردن طبعت الكاشي في الباسبور سولوني على الفيزا لا والو اخوت والله العادي انا عندي واحد الفيزا الكتروني كنت جاي باغي معول غنخلص واحد 50 دولار ولكن صدق من الوسط هنايا ما سولوني على الفيزا الاول خدت الباسبور فيني شنو باغي دير هنايا علاش جاي فاش خدام كعشا ليا الدخله وهز الباسبور ديال داك السيد دار واحد بيرو واحد اخر وحتى هما نفس الاسئله شنو باغي دير فين غتمشي فين هذا صافي عطيته التراجي ديالي قال لي ملي كتصرف على حالك شحال عندك ديال الفلوس قلت له عندي الفلوس وهادي وراه من شهر شهر كتدخل لي الفلوس صافي هو عطاني الباسبور قال لي استمتع انجوي سير على مصطفى حق الله نتسنى الباكاج ديالنا يبان اخويا خلي على الله وصالي مع هاد الباكاج واش غيديروا معانا فيه خويا مع داك الكارطون عندي كبيره آه الله يدير تاول ديال الخير وصافي يا ملنا لاقا لاقا فلوس ديال الدينار هو لي صاك ديالي قديتهم كارطون لقيتها بوحدها ما صيفطوهاش في السمطه وهذه بوحدها غادي نصيفطوها في السمطه يعني هذه تهلاو فيها ماتها صراحة لي باجاج كارطونة ديك النهار فاش سافرت في الكابون كنت لقيت الكارطونة محلولة يعني كانت محلولة فهمتي دابا لا دابا مزيان خود ندير واحد الريفريش كتعاود توك كتويل قلت لها كاين واحد البر غنخرج برا ما باغيش نخرج برا والله كاين البر ماما كانت مقعدة حتى يصبح الصباح كلشي كتلقاه لابس جاكيطة طويلة الا انا جاي من افريقيا لابس تيشيرت على الحال كي رجعت ناري احصل لها مزيان باليس ها
هو هذاك يعني شويه العيبات صافي كما شويه كما كذا. الحمد لله ربي يسر لينا خوت الدراهم والله ديما هذا الصغر كثروا من الاستغفار الخوت كثروا من الاستغفار استغفر الله. شي تبغي حاجه تيسر لك قول يا قول استغفر الله استغفر الله استغفر الله ربي غيسر لك عمر والله. شاي تشوفوا بغيتوا تبقاو هنا في الطواليت ديال المطار عليا. واحد المعلومه كنت نسيت ما قلتش لكم. شوف عمار عمار الدري هذا وحق الله دريف صاحبي وحق الله نصبح ويقول لي واش خاصك شي حاجه خاصك شي حاجه نقول له والو والله ما خاصني شي حاجه. المهم اخوت بيكا لاي واجده شيا عاش شحال الساعه دابا 4 الصباح راه باقي الليل هنا راه ما كيصبح الصباح حتى بعدا سولت هذاك الدري قال لي كيدير له جر مع 6 ديال الصباح و10 دقائق يعني من وراء 6 و10 دقائق عاد كيدير الصباح الصباح. اما في لافريك كان كيصبح الصباح مع 5 و4 بيكا لاي. جاو عندي صحاب الطواكسي هنايا سولوني وهضروا معايا صراحة الناس درايفين شعبيين حتى هما تما كيستغربوا هو عاود 3 شهور في السفر. المطار كخوت راك تقول غلط في الاسم ديالو عفوا المطار سميتو عليا مطار عليا مطار عليا الدولي لانها كان مسمي على حساب الملكة عليا الله يرحمها. سمحوا لي هذا الخطأ اللي كنت درت اخوت. الابطال ديال الاردن اللي وصلوا للفينال داير لهم التصويرة ديالهم هنايا وكاتب لهم رفعتوا راسنا والله مطار الملكة عليا الدول دايرين التصويرة ديال اللعابة ولكن ما دايرينش التصويرة ديال الطاقم الفني والطاقم التدريبي على رأسهم حميد اسم الحميد حسين عمود. حتى التصويرة ديال شفت واحد التصويرة واحدة أخرى كاينة ديك الجهة فهي نفس البلان ما عرفت واش كيبان لكم مزيان ولا لا. يلا خارج من المطار عرفت خوت واحد البرد أوه ما يمكنش ولبست جاكيطة دخلت لايروبور شريت واحد لاكارت سيم وعاود تخرج مع المطار سخون شويه اللي خرج عرفتي راه كنترعد وحق الله تاع الا كنترعد المطار بعيد على عمان بعيد بشي اكثر من 30 كيلومتر. واه نشوف ان شاء الله نلقى شي جامع نريح فيه واحد شويه نصلي نيت الفجر مع الجماعه و كمل الطريق في الصباح العام انت راه اقسم بالله حتى كاين البرد الخوت. واه واه عاد وصلت لواحد البلاصه لقيت فيها واحد الدار خربه وانا نقول نريح نستراح فيها حتى الغدا ونتحرك ما بقاش بزاف الصباح فقط واحد ساعه ونص ولا ساعتين نعس فيها واحد شويه ونحيد من البرد تيسخن الحال وديك الساعه نكمل ان شاء الله.